لقائنا بكم في هذا الصباح والموعد الثقافي. إذن موعدنا الثقافي رح يكون مباشرة مع الأستاذ رشيد سعيدي مدير دار الثقافة للحديث طبعا على اختتام فعاليات السهرات الثقافية الرمضانية، وأيضا للحديث عن اختتام فعاليات شهر التراث العالمي وتظاهرة أيام اللباس التقليدي والحكاية الشعبية. بداية نرحبوا بالأستاذ رشيد سعيدي، صباح الخير. صباح النور، مرحبا بك، كيف الأحوال؟ والله الحمد لله، شكرا على الاستضافة. الحمد لله يا ربي. إذن مع نهاية الشهر الفضيل تم ليلة أول أمس اختتام سهرات ثقافية اللي كانت مبرمجة طيلة الشهر الفضيل، وهو كذلك تم اختتام فعاليات سهرات رمضان بدار الثقافة محمد بوضياف عنابة التي انطلقت يوم 21 جوان لتنتهي يوم الأحد 9 ماي بمناسبة ليلة 27 من رمضان، وهي تتزامن طبعا مع ذكرى مجازر 8 ماي، وكانت سهرة مزدوجة. كان فيه حفل فني تكريمي لحافظات القرآن الكريم من تنشيط جمعية اليد في اليد التي كرمت 4 حافظات للقرآن الكريم. ختمنا 60 حزب وتوجنا بالتاج وبهدايا من الجمعية. فضلا عن ذلك في 3 حافظات ل 45 حزب أيضا توجنا في تلك الليلة، وواحدة حافظة لكتاب الله 25 حزب. كان الحفل متميز بحضور الأطفال، بحضور براعم مدرسة تحضيرية القصر الطفل للبوني، وكانت سهرة باللباس التقليدي الأصيل من طرف الأطفال الصغار بالزي التقليدي، وكلهم جمال ومتعة بحضور أولياء التلاميذ وأولياء الأطفال، وكانت القاعة غاصة بالأولياء، وكان ختامها مسك بعدما عرفت دار الثقافة العديد من النشاطات، منها أيام الشعبي، أيام الملوف، أيام العساوة، وأيضا مسابقة الهاشمي كروابي، أيضا يوم خاص بالشعر وقراءات شعرية مع نادي الإبداع الأدبي بدار الثقافة. أيضا فيه بعض النشاطات الأخرى كأيام المسرح والمونولوج، والتي عرفت مشاركة كل من نبيل الرحماني، أيضا جمعية الشهاب، الفنان حميد غوري، الفنان بيبو، وغيرهم من الفنانين المتألقين المعروفين في مجال المسرح. لكن ليلة 27 كانت ليلة متميزة، حضر فيها الترتيل الآيات القرآن الكريم من طرف حافظات القرآن، وكانت ليلة فعلا مميزة. واحتفلنا بذكرى مجازر 8 ماي 45 بتنظيم معرض للصور والوثائق التاريخية بالتنسيق مع جمعية وفاء، لنختم اليوم الوطني للذاكرة يوم 15 إن شاء الله بعرض شريط فيديو ثوري، وأيضا قراءات شعرية ثورية من تنشيط نادي الإبداع الأدبي لدار الثقافة. أما عن اختتام شهر التراث فبإشراف من مديرية الثقافة لولاية عنابة ومن تنظيم جمعية ميموزا، هذه الجمعية الفتية التي ستنظم اختتام فعاليات شهر التراث يومين بدار الثقافة يوم 15 و16، أين يعرف رواق دار الثقافة معرض يضم اللباس التقليدي وكل ما يتعلق بتقاليد وعادات الجزائر، باعتبار أن المشاركين سيكونون من مختلف ولايات الوطن. نعم. فضلا عن ذلك فيه خيمة للحكواتي، دار الثقافة سيأم العديد
جديد من أطفال المدارس، وفيه عرض أزياء أيضا للباس التقليدي الجزائري. وتختتم التظاهرة يوم 18 إن شاء الله بمتحف هيبون، أين ستشارك كل الجمعيات الفاعلة وكل الورشات ورشات دار الثقافة. يعني عطيتنا كلش مرة واحدة أستاذ رشيد السعيدي، كنت حنسقسيك وحتكون هذه التظاهرة، لكن جاوبتنا على مستوى دار بهو دار الثقافة، والختام رح يكون بموقع متحف هيبون. ماذا عن أيام العيد، هل حضرتم برنامج خاص ولا؟ والله أيام العيد احنا على بالك باللي رمضان كامل وحنا نخدمه وحنا نقوم بهذه النشاطات، سنتوقف على الأقل أيام معدودات ثم نعود، لأنه يتزامن شهر تتزامن أو يتزامن اختتام شهر التراث مع أيام العيد، يعني يوم العيد الثاني ويوم العيد الثالث، ونحن في هذا المجال في هذه المناسبة بهذه المناسبة نحتفل بشهر التراث، وسيكون الأطفال حاضرين معنا، ورائحة العيد وطابع العيد سيكون حاضر أيضا بزي اللباس الجميل للأطفال مع الحكواتي اللي راح يكون حاضر في ثلاث أيام، اليوم الأول يوم 15 ويوم 16 ويوم 16 ويوم 17 ويوم 18، حتى في متحف هيبرون سيكون الحكواتي حاضر، وتكون أيضا فرحة الأطفال تتم أو تتم إلى غاية 18 شهر ماي إن شاء الله. إن شاء الله، في انتظار أنكم أكيد حتحضروا البرنامج التاريخي خلال فترة الصيف، ونحن على أبواب موسم الاصطياف. نعم، وهو كذلك فترة الصيف عندنا برنامج ثري، برنامج متنوع، وأهم في هذا البرنامج هو المعرض الوطني للصورة الفوتوغرافية التي دأبت دار الثقافة على تنظيمه، وسيكون معرض وطني يأتي المصورون من كل ولايات الجزائر، وسيكون معرض كبير تحت شعار أنا جزائري، وسيكون خلال شهر جوان إن شاء الله. أما شهر أو شهر جويلية إن شاء الله، أما شهر جوان فيه أيضا نشاط مخصص للشباب خاصة، ونحن نعرف بأن عنبة هي مدينة الراب ومدينة الروك ومدينة الرقص العصري، سيكون الشباب الهاوي والشباب المحترف في هذا المجال سيكون حاضرا بساحة دار الثقافة مع أيام الروك وأيام الراب وأيام الرقص العصري. إن شاء الله رح نرجو له أكيد بالتفصيل في وقت إن شاء الله هذا البرنامج. شكرا لك أستاذ رشيد سعيدي، وإن شاء الله موفقين في مهامكم، ومسبقا سحايدكم. شكرا جزيلا، عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. شكرا لك أستاذ رشيد سعيدي، وشكرا للمستمعين الكرام، شكرا ليلى، وأيضا شكري على اللي قايم على صفحة الفيسبوك المباشر الفيسبوك في هذا الصبيحة.